رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدا التنافس على أشده بين صناع الأفلام المغاربة في مهرجان طنجة 13 الذي نظم من قبل مركز الأفلام المغربية، وتدور المنافسة بين المخرجين حول أفضل تصوير. فيلم الأندلس حبيبتي استحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد بشكل واسع، إذ عالج قضية الهجرة غير المشروعة إلى الغرب، وهو فيلم كوميدي طرح قضية العبور عبر البحر إلى أوروبا والأندلس عن طريق جبل طارق. الأندلس تحمل معها مشاعر الحنين للماضي. نحن لا نتحدث على وجه التحديد عن محتوى الفيلم، بل عما تمثله الأندلس هذه الأيام والهجرة غير المشروعة وعن حرية التنقل والتعايش مع الآخر. ومن الأفلام التي حظيت بتصنيف عال فيلم الأشرار الذي سلط الضوء على قضية التطرف من خلال قيام ميليشيا إسلامية صغيرة باختطاف ممثلين واحتجازهم رهائن في منطقة نائية. بدأت الدول الغربية بعد موتاها ابتداء من 11 من سبتمبر وصاعدا، لكن دولا أخرى كالجزائر وأفغانستان عانت من سقوط ضحايا التطرف قبل هذا التاريخ بكثير. هذه هي فكرة الفيلم. أما فيلم الطريق إلى كابول فيطرح فكرة التطرف بأسلوب ساخر أيضا. الطريق لكابول حكاية مجموعة ديال الشباب اللي هجرات البلاد، كان حلمها أن تخرج للخارج وهجرات ومرغمة أنها طحت في بلاد أفغانستان وقت الحرب ديال الأمريكان، ولجان هما استصدموا بواقع اللي هما كل واحد بدا كيفكر علاش شنو واقع في وسط داك الإجرام وسط داك الموت وسط داك هذيك القوة ديال الصناعة ديال العولمة. وكانت مشاركة ديال الشخص اللي هو اللي دخلهم لهذيك النار في وقت اللي لجان الشباب تيحلموا أنهم يلقوا الجنة. مهرجان طنجة سلط الأضواء على مواضيع معاصرة ما زالت موضع سجالات محتدمة، ما حدا بصناع الأفلام المغاربة لاكتساب الثقة من خلال إضافة حس كوميدي على أهم القضايا العالمية الحساسة. هدي الربيعي، العربية.